ما المقصود أن القضايا من هذا النوع لا يجري التبليغ الجهات المختصة عنها وفق توجيه سابق صادر في 19-12-963 مرفق جانبا 83 مرفق جانبا؟ ما المقصود؟ وضح. يعني أنت كنت رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، يعني كل شيء ما تعرف وضح وضح. لا أنا أخليك، أنا راح أخليك أنت وضح، أخليك أنت لما تعرف. بال 83 أنا ما كنت رئيس ديوان، هذا الكلام اللي بعدين كنت رئيس ديوان، مفروض رئيس الديوان إلى اطلاع على القضايا اللي قبلها واللي بعدها. منين أستاذ أنا ما أناقشك، لأن إذا أناقشك أحرجك. مو من مناقشة، جاوب على سؤال المحكمة. أنت ما لك حق جاوب على سؤال المحكمة. شلون ما لي حق أناقش؟ جاوب على سؤال المحكمة. شلون ما لي حق؟ ما جاوب كيفي؟ إيه ما جاوب. أنا أمتنع عن الجواب من حقي. ما دا يجاوب. أمتنع عن الجواب من حقي. تفضل.